يا نفس توبي توبي يا نفس توبي توبي يا نفس توبي عن العصيان وبتعبه واستغفر الله رب العرش وابتهله توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أقبلت يا شعبان، أقبلت يا شعبان. النهاردة يا إخواني وأخواتي في الله بإذن الله سبحانه وتعالى واحد شعبان، بل فعليا ليلة 2 شعبان بدأت فعليا ودخلنا فيها. أقبلت يا شعبان الموسم العظيم، الموسم الخطير اللي للأسف الشديد كثير من الناس مواش يعني منتبه ليه ومواش منتبه لقيمته، الوقفة الواجبة مع ذلك الشهر العظيم اللي أنا يعني لا أزال أكرر إن شعبان أخطر من رمضان، مش أعظم أجرا من رمضان، مش أعظم في مضاعفة الأعمال من رمضان، مش موسم حسنات أكبر من رمضان، لا رمضان أكبر. ولكن يا إخواني رمضان اللي فات ده هو، رمضان اللي فات ده هو بليلة القدر بتاعته بكل صيامه وقيامه وتراويحه في شعبان ده هو بإذن الله يرفع بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني شعبان يا إخواني ليلة القدر اللي فاتت هترفع في خلال أيام في شعبان، ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، كلمة في غاية الخطورة. يعني ترفع فيه الأعمال إلى الله، يعني يا إخواني أعمال سنة كاملة يا نهار أبيض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. يا إخواني في خلال أيام مش ساعة من عملك هترفع إلى الله، ده سنة من عمرك هترفع إلى الله، يعني حوالي 10,000 ساعة. يعني كل ساعة فيهم لم نذكر الله تعالى فيها نتحسر عليها يوم القيامة، ولا نقف الوقت وقفة مع أنفسنا ونحاول إن احنا نصحح كل ساعة. احنا قدامنا فرصة الوقت إن احنا نصحح ذنوب 365 يوم في الأيام القليلة القادمة ده. من رحمة ربنا إن ربنا أعلمنا إن الأيام اللي جاية ديت أيام رفع أعمال السنة كلها، كأن ربنا بيقول لنا أقفوا بقى في الفترة ديت، صححوا خط سيركم، صححوا مساركم. قدامنا فرصة يا إخواني إن احنا نصحح كل ذنب فعل في هذه الصحيفة حتى تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فيها إلا نور على نور بإذن الله سبحانه وتعالى. الشهر اللي هو البوابة الحقيقية رمضان، عايزين رمضان جديد لازم شعبان جديد. يا جماعة سنة كاملة بترفع إلى الله، كل صلاة جماعة السنة اللي فاتت، كل يوم صيام السنة اللي فاتت، ليلة قدر السنة اللي فاتت، رمضان السنة اللي فاتت، كل اللي حج السنة اللي فاتت، اللي اعتمر السنة اللي فاتت، كل ده هيرفع إلى الله في خلال أيام. نظرة نظرة نظرناها، كلمة كلمة قلناها، أي حاجة سمعناها، خطوة خطوة مشيناها، كل ده هيرفع إلى الله في الأيام القليلة القادمة بإذن الله. يوم إيه؟ يوم 1 شعبان، 15 شعبان، 20 شعبان، محدش يعرف نهائيا أي يوم من أيام شعبان، عشان نفضل متوثبين طول ذلك الشهر. أي شركة من الشركات الكبيرة بتيجي كل سنة حتى على فكرة في هذه الأيام بالضبط، يعني يمكن 1/7 يقول لك تعمل الموازنة العامة بتاعتها، حتى الدولة بتعمل الموازنة العامة. ايه الموازنة العامة؟ يعني لازم بقى تشوف هي كسبانة ايه، خسرانة ايه، ولازم تصحح الموازنة. احنا الوقت يا اخوانا الموازنة السنوية بتاعت اعمالنا الصالحة بتتعمل، ولازم نصلح الموازنة في هذه الايام، الاعمال بالخواتيم. يا سلام لو ختمنا السنة التكليفية في شعبان ده باحسن اعمالنا تقرب بيها الى الله، فرصة ان احنا نكفر 365 يوم من صحائفنا يا اخواني في الله.
يعني ربنا يعيننا وربنا يسددنا جميعا جميع مواسم الخير بتاعت السنة اللي فاتت هترفع الى الله في الايام اللي جاية ده. كلام كبير جدا جدا. قبل ما اتكلم عن يعني ايه رفع اعمال سنة كاملة الى الله، انا عايز اتكلم عن يعني ايه رفع الاعمال الى الله اصلا. يعني ايه رفع اعمال الى الله؟ الموضوع في غاية الخطورة والكلام كبير جدا جدا. يعني ايه رفع اعمال سنة الى الله؟ لا انا مش عايز سنة. يعني ايه ان عملي هيرفع الى الله يا اخوانا؟ يعني ايه الكلام ده معناه ايه؟ انا عايزكم تقفوا مع اخطر مرحلة في يوم القيامة اللي هي العرض على الله. ايه العرض على الله؟ العرض على الله حاجتين. معنى العرض على الله ولحظات العرض على الله حاجتين. الحاجة الاولانية ان انت قلبك يوم تبلى السرائر. يعني ايه؟ يعني اللي جوه قلبك هيكشف امام الله سبحانه وتعالى، وطبعا مكشوف من قبل ومن بعد. يعني عرض قلب على الله. طب والحاجة التانية هتدخل بصحيفتك تقر على ما فيها من حسنات وسيئات، يعني عرض صحيفة على الله. يعني هو ده العرض على الله وده العرض على الله. امال ايه شعبان؟ شعبان هو نفس الاثنين، هو نفس الحاجتين. الحاجة الاولانية اذا كان ليلة النصف من شعبان حصل ايه؟ اطلع الله على اهل الارض. يحصل ايه؟ فيغفر للمؤمنين يملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم. اهل الحقد، الحقد ده عمل قلبي. يعني اطلاع ليلة النصف من شعبان ده اطلاع على القلوب اساسا يا اخواني. يعني شعبان في اطلاع على القلوب زي العرض على الله يوم القيامة. طب والحاجة التانية؟ شعبان في رفع الصحيفة الى الله. قال لا، يعني شعبان نموذج مصغر للعرض على الله. يعني احنا قدام عرض حي. يعني احنا مش عايزين نقول ان بعد ايام هترفع الاعمال الى الله بس، ده احنا عايزين نقول ان في خلال ايام هنعرض على الله عرض حقيقي، عرض كامل. بس عرض يوم القيامة الاعمال حياتك كلها، والعرض لدى 12 شهر من حياتك. عرض يوم القيامة بعد الحكم النهائي في مصير الانسان، والعرض ده لسه قدامك فرصة انك تمهل باذن الله ربنا احياك. انما احنا يا اخواني قدام عرض حقيقي على الله. قلبك هيعرض واعمالك، واعمالك هتعرض. يعني موقف في غاية الخطورة. يعني المفروض ان احنا نتعامل مع شعبان زي ما الصالحين تعاملوا مع العرض على الله. وجل قلوب الصالحين من العرض على الله. قال تعالى واذا الوحوش حشرت. طب الوحوش ديت يا رب، الوحوش ديت مش هتنهشنا يوم القيامة ولا هتبصلنا ليه؟ لان الوحوش دي مفزوعة من الحساب. طب اذا كان الوحوش دي ملقاش صحيفة اصلا، ملقاش صحيفة تتحاسب عليها، امال اللي له صحيفة؟ يا اخواني لما ربنا يقول واذا الموؤودة سئلت، الموؤودة دي يا رب ليس لها صحيفة، امال اللي له صحيفة يعمل ايه؟ اللي له صحيفة يجي القلب قد ايه؟ الخوف اللي في قلبه يبقى قد ايه؟ الراجل اللي جه قبل ما يموت وقال لاولاده اذا انا مت اطحنوه، احرقوني، اطحنوني، اسحقوني، انتظروا يوما عاصفا. جزء من الرماد بتاع جسدي اضروه في اليم، وجزء في البحر، جزء في البر وجزء في البحر. فلا ايه ده ليه؟ بيقول لك انا عندي اعمال في الصحيفة ما اقدرش اقابل بها ربنا، انا ما اقدرش اتسأل على الكتب عليا ده. هو يعني ايه يا اخواني؟ يعني المفروض ان الصحيفة هترفع ديت، يعني عمل ترتجف له القلوب. يعني شعبان ده العرض السنوي على الله. شعبان ده المفروض موسم الوجل القلب السنوي. ليه؟ لانك هتعرض على الله وهتعرض على الله سبحانه وتعالى. يعني من الان يجب ان احنا ننتبه لهذه القضية. زي المرأة الغامدية اللي جات للنبي عليه الصلاة والسلام، طهرني يا رسول الله. التطهير ده اقامة حد هتقتل. طهرني يا رسول الله ليه؟ وقعت في الزنا، مش مقدرش قابل ربنا، والعمل ده صحيفتي يا رسول الله. يا اخواني احنا جاهزين، صحيفتنا دي جاهزة نقابل بها ربنا. يا اخواني الصحيفة اللي هتترفع عن ال 12 شهر اللي فاتوا ده نموذج مصغر من الصحيفة الكبيرة اللي انت تدخل تعرض بيها على ربنا. بل ال 12 شهر دول ده جزء حقيقي، انت هتدخل تعرض على ربنا بصحيفة من ضمنها ال 12 شهر دول بحق وحقيقي. يا اخواني الصحائف دي ندخل نعرض بيها على الله، الصحائف دي نلقى بيها الله. وخجلاه وحياءه و يعني ازاي ازاي كيف لا ننتبه الى هذه القضية الخطيرة، قضية ان هل الصحف دي جاهزة؟ هل الصحف دي فعلا نقدر نقابل بها ربنا ونعرض بها على ربنا سبحانه وتعالى وندخل في العرض على الله؟ ادي تعرض اهو في خلال ايام. هنعمل ايه؟ يعني برضو لا نزال في النقطة الاولانية، يعني ايه عرض اعمال على الله؟ قبل ما نقول ال 12 شهر اللي فاتوا نقف معاهم، يعني ايه عرض اعمال يا اخواني؟ يعني ايه رفع اعمال؟ يعني عرض على الله. يعني شعبان ده
شهر يا اما تقول بعدها ام اقرأوا كتابية يا اما تقول يا ليتني لم اوت كتابية. يعني شعبان ده بعده يا تاخد كتابك بيمين يا اما والعياذ بالله بالاخرى. يعني شعبان ده شهر من شهور الفصل في حياة الانسان. يعني شعبان ده نموذج مصغر للقيامة. لو عقلنا هذا الامر, لو عقلنا هذا المعنى يا اخواني اين حياة القلوب مع الاخرة. النبي عليه الصلاة والسلام استعد للكلام اللي انا بقوله ده هو. النبي استعد لرفع اعماله الى الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شهر ترفع فيه الاعمال الى الله واحب ان يرفع ايه عملي. ده مين اللي بيتكلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. احب ان يرفع عملي وانا صائم. النبي عليه الصلاة والسلام بيستعد الرفع اعماله الى الله. امال احنا نعمل ايه؟ امال احنا نستعد قد ايه؟ يعني الكلام ده كلام في غاية الواقعية وفي غاية الخطورة, لدرجة ان حبيب الله عليه الصلاة والسلام بيستعد الرفع اعماله في رمضان. بيستعد بايه؟ بالصيام. مش معنى الصيام العمل اللي مضحي ربنا فيه بشهواتك وبملذاتك وبطعامك وبشرابك. ليه كل ده؟ عشان اعمالك تطلع وانت على اكتر عمل في اخلاص لله سبحانه وتعالى. هنستعد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام استعد ولا لا؟ يا اخواني يا جماعة, الهوس الدنيوي اللي اصبح مصيب قلوب الناس في هذه الايام, حتى التطرف السياسي, حتى التطرف في الانشغال بالسياسة, ده نوع من انواع الهوس الدنيوي اللي اصبحنا موجودين فيه الان. الصحابة رضوان الله عليهم كان كل واحد فيهم كل معنى من معاني الاخرة مغير له حياته. يعني الصحابة ما كانوش عايشين مع كل معاني الاخرة, كل واحد فيهم كان له معنى ولكن مغير حياته. سيدنا عبد الله بن جحش يجي قبل غزوة احد ويقول اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني يقربطني يجدع انفي يقطع اذني. ليه؟ ليه يا عبد الله؟ فألقاك يا رب. شوف فألقاك العرض على الله, يعني المعنى اللي غير حياته وخلاه يتمنى ان يحدث في هذا, انه بيفكر ساعة ما هو اعرض عليك يا رب اعمل ايه. فألقاك يا رب بدمي فتقول عبدي, يا سلام ده بيتخيل الحوار كمان, فتقول عبدي لما فعل بك هذا, فأقول فيك يا رب. مستني بقى لحظة ما يقول فيك يا رب. يا سلام يا سلام يا اخوي, ده ايه المعنى اللي غير حياته؟ العرض على الله. في حين ان ابو طلحة لما دخل على زوجته ام سليم ووضع رأسه على رجلها وقعد يبكي, بتبكي ليه؟ قال لها ذكرت قول الله تعالى وان منكم الا واردها, اللي هو العبور من على الصراط وجهنم من تحتنا, فذكر الله ان واردون ولم يذكر ان صادرون. يبقى المعنى اللي قلب حياة ابو طلحة ايه؟ العبور من على الصراط. عثمان بن عفان كان لما يشوف قبر يفضل يبكي يبكي يبكي. ليه بيبكي؟ ليه؟ لان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول ان امرا هذا اوله, ده اول الاخرة, بس لحري بان يستعد له. ده الاخرة دي تبقى خطيرة جدا. وان امرا هذا اخره, ده اخرة الدنيا, بقى الدنيا دي ملاش قيمة, لحري بان يزد فيه. يعني عايز اقول لكم ايه؟ عايز اقول لكم ان كل واحد من الصحابة كان عايش مع معنى من معاني الاخرة. المعنى ده غير له حياته. احنا الوقت في شعبان مع معنى العرض على الله. يا ترى المعنى ده ممكن يغير حياتنا؟ يا ترى المعنى ده ممكن يعمل فينا ايه؟ ممكن يأثر فينا قد ايه؟ سيدنا عمر لما كان ماشي في السوق ووجد رجل بيقرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين فمرض شهرا. ليه؟ هو عايش مع معنى العرض على الله, عايش مع معنى الوقوف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة, وجلة قلبه مرجوف وهو قاعد يدعو الى الله ويقوم ويصوم. ليه؟ العرض على الله. يا اخواني اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي, واخشى منك اذ القاك يا ربي. جئتك نادما ابكي على ما قدمته يداي لا اتباكى. اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي, واخشى منك اذ القاك. يا اخواني العرض على الله اخطر من سؤال منكر ونكير في القبر, منكر ونكير مخلوقين. انما الله, العرض على الله اخطر من تنزل ملك الموت عند الموت. ملك الموت وملائكة الموت كلها مخلوقين. العرض على الله اشد من الاقتياد من سائق وشهيد يوم القيامة. سائق وشهيد مخلوقين ولكن انت من ايدين الخالق الملك سبحانه وتعالى. قضية في غاية الخطورة اما الملائكة تقول يوم القيامة يا رب سلم سلم, ده دي الملائكة اللي ملها الصحف. امال احنا اللي لنا صحف نعمل ايه؟ امال احنا اللي لنا صحائف نعمل ايه؟ هل صحفنا دي جاهزة ان احنا نعرض بيها على الله؟ يبقى اذا اول قضية بنتحدث فيها يعني ايه اصلا رفع اعمال الى الله. يعني عرض,
شعبان نموذج مصغر حقيقي حي للعرض على الله. ويجب ان احنا ننتبه لهذه القضية وننتبه لخطورة شعبان وننتبه ان قلوبنا يجب ان تكون واجلة مرتجفة بين يدي الله في شعبان. النقطة الثانية يا اخواني في هذا الدرس يعني ايه عرض اعمال السنة دي بقى على الله. يعني ايه 12 شهر اللي فاتوا دول هيعرضوا ربنا 12 شهر؟ يا نهار ابيض، يعني 12 شهر صحيفة حبيب قلبي، صحيفة كلام جد بقى. احنا بقى مش بنتكلم في اي حاجة من اللي بتحصل على وجه الارض، انا بكلمك عن صحيفة هتصعد الى الله وهتتقفل ومش هتتفتح تاني غير يوم القيامة. يا نهار ابيض على اللي فيها بقى، اتقفلت على ذنوبها واتقفلت على تقصيرها واتقفلت على سيئاتها. كلام في غاية الخطورة يا اخواني، كلام في غاية الخطورة. الحق توب، الحق توب قبل ما الصحيفة دي تتقفل على ما هي فيه. الحق توب يعني ايه الحق توب؟ انت ذنوبنا قد ايه؟ هاتوا اي واحد دلوقتي واحد بيقولك انا بصلي وانا كويس وبيتكبر على الله بالصلاة بتاعته، بيصلي في الجامعة؟ لا ما بيصليش في الجامعة، وكمان ما بيصليش الصلاة في بعدها، ممكن يصليها في اي وقت، وكمان الصلاة في خمس دقايق بينقر وخلاص، وكمان ثلاث ارباعها سرحان في الدنيا، وكمان قبلها ممكن كان بيعصي ربنا وبعدها هيعصي ربنا، ويجي يقولك ده انا ياما هنا ياما هناك. يعني الشاب اللي بيشوح بايديه الام وابوه ده التشويح دي كبيره من الكبائر يا ابني. يا اخوانا ما فيش حد فينا بيتكلم في اليوم اقل من خمس ساعات. ده يعني ده الصموت اللي ما بينطقش اصلا، والاخوات 15 ساعه في اليوم. انا لما جيت احسبها كده يعني انا عايز احسب دي تبقى في السنه كام ساعه، انا عايز احسب دي تبقى في السنه كام ساعه، 15 في 365 انا عايز احسبها في 10 سنين تبقى كام ساعه؟ احسبي حوالي من 20,000 ل 60,000 ساعه. انا عايزك تتخيل انك تتحاسب بين ايدين ربنا. 20,000 ده اللي بيتكلم خمس ساعات، ل60,000 ده اللي بيتكلم بقى معظم اليوم. تخيلوا يا اخواني هتتحاسب على 30,000 ساعة. 30,000 ساعة كام من غير ما عملتش كنترول على نفسك فيها؟ كم غيبة، كم نميمة، كم كذبة، كم فحش من القول، كم فلتة لسان، كم. يا اخوان القضية في غاية الخطورة، قضية ان الصحيفة اللي هتتقفل دي هتسيبها تتقفل على ما هي عليه، وبعد كده الحساب على ايه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام له حديث خطير يا ريت كل واحد مننا يحفظه. النبي عليه الصلاة والسلام استغفر ربنا فيه من 13 نوع من انواع السيئات والذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام استغفر ربنا. طب ما كان يا رب اغفر لي كل ذنوبي وخلاص. يا اخواني كل نوع من انواع الذنوب له عقوبة من العقوبات، نوع من انواع العقوبات، ولازم تقف قدام كل ذنوبك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم اغفر لي، عده معايا، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. ايه الفرق بقى؟ لا ده الخطيئة دي ده واحد بيعمل ذنب وعارف حكمه وعارف انها حرام وهعملها، جهل ده واحد ما هوش عارف وجهل. واسرافي في امري، طب ايه بقى اسرافي في امري؟ ده واحد كل يوم بيعمل ذنب معين وما مش قادر يسيبه او مش راضي يسيبه، كل يوم بيكرر الذنوب المستديمة بقى. وما انت اعلم به مني، ايه وما انت اعلم به مني؟ معاصي القلوب بقى اللي انا ممكن اعرف جوارحي عملت ايه النهارده، انما قلبي ما اقدرش اعرف ايه الامراض اللي فيه والرياء والغرور والعجب. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. ويكمل النبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي موسى، اللهم اغفر لي جدي وهزلي. ايه جدي وهزلي؟ اللسان بقى، لما اللسان يقول كلمه متعمد ويخبط كلمه متعمد او يقول كلام ما بيحاسبش نفسه عليه. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، انواع مختلفه، وكل ذلك عندي. انا معترف يا رب بكل ده، اعتراف. اللهم اغفر لي ده لسه ما قدمت وما اخرت، الماضي اللي ما عادش حد فاكره، في فرق بين انك سبت وانك تبت. الماضي اللي سبناه وانسناه، ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت. ايه ما اسررت دي؟ ده مصيبه دي لوحدها وقفنا قدامها من كذا اسبوع. ده معاصي السر بقى، ذنوب الخلوات اللي لم يطلع عليها الا الله. وما اعلنت دي معاصي الجهر اللي جهرت بيها قدام الخلق. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. تاني، القلوب دي قضية خطيرة جدا، انت المقدم وانت المؤخر يا رب، قدمني، توب علي وقدمني، ما تخلينيش اتأخر بسبب ذنوبي، وانت على كل شيء قدير، انت اللي قادر تصلحني يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء واحد بيستغفر ربنا من 13 نوع من انواع السيئات يا اخواني. تاني نحفظه، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي
وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. 13 نوع من أنواع الذنوب النبي عليه الصلاة والسلام بيستغفر ربنا منهم، فما بالكم لو نختم الصحيفة باستغفار زي ده. لو إلحق قفل الصحيفة صح. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يا سلام، طب ما نلحق الشهر ده نملأ استغفار ويبقى لنا طوبة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نستغفر، الحق قفل صحيفتك صح، الحق زود اعمال صالحه. ده صحيفه يا اخواني هتتقفل ولن تفتح الا يوم القيامه. الحق حط فيها حسنات جاريه، اي عمل جاري الفتره الجايه ديت، الحق حط فيها اي عمل من الاعمال الجاريه الفتره الجايه ديت، بحيث انها ما تتقفلش، تبقى راجل في قمه الذكاء، تفضل مفتوحه ليوم القيامه، تتملي اعمال صالحه. القضيه في غايه الخطوره وفي غايه الحساسيه. يعني انا عايز اقول ان الفتره اللي احنا فيها ديت المفروض ان انت تفكر ازاي، ايه ارجى عمل، تاني ايه ارجى عمل صعد الى الله او يصعد الى الله في الصحيفة ده. يعني ايه ارجى عمل؟ الناس دايما يسألوا بعض، انت ايه اكتر حاجة عملتها لولادك؟ يقول له لا ده انا سبت حتة ارض بالتمن الفلاني، وده يقول لك انا سبت لكل عيل شقة، وده يقول لك ده انا سبت للعيال رصيد قد كده. يبقى دايما الناس في الدنيا ايه اكتر حاجة امنت بقى مستقبل اولادك. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا العكس بقى، قعد مع بلال عليه الصلاة والسلام فقال له ما ارجى عمل عملته في الاسلام يا بلال. ده فكر تاني بقى. ايه يعني ايه ارجع عمل؟ يعني يا اخوانا الدنيا مليانه ابتلاءات ومليانه مشاكل، ممكن بكره ما تعرفش في ايه، ممكن اي حد يمرض في اي لحظه، ربنا يعافينا جميعا يا رب، ولكن اي ابتلاء ممكن يحصل في اي لحظه. فالنبي بيقول لك ارجع عمل اعديته لما ينزل ابتلاء، تقول يا رب فرج عني ما انا فيه بسبب هذا العمل يفرج عنك. ارجع عمل اعديته الاول الى القبر، ارجع عمل اعديته لمستقبلك الاخروي فكر اخر. فسيدنا بلال اجاب للنبي عليه الصلاه والسلام انه كان بيصلي بعد كل وضوء رضي الله عنه، انا شفت ناس بتصوم يوم ويوم بس ما شفتش حد عمل العمل بتاع سيدنا بلال ده ابدا، انه بعد كل وضوء يصلي ركعتين او ما شاء الله سبحانه وتعالى. المقصد يا اخواني انا الوقت بسالك، الصحيفه اللي هتطلع دي بعد ايام مش مليانه ذنوب مليانه، مش مليانه اثام مليانه، مش مليانه تقصير مليانه، طب ايه ارجع عمل في الصحيفه دي انت بترجو ان لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه في صحيفتك يغفر ليك باقي الزلل اللي فيها؟ قضية كبيرة. يعني عايز ايه؟ يعني عايز اقولك ان الفترة دي اعملي حاجة كبيرة، اتصدقي صدقة كبيرة، صدقة كبيرة كبيرة فعلا، اعمل حاجة كبيرة، اعمل حاجة لحد من قرايبك او ارحمك كبيرة. يا اخوانا الفترة دي كده فترة ان الواحد يفكر بقى انا عايز حاجة كبيرة اختم بقى صحيفتي. انا عايز، يعني احنا بدأنا الصحيفة دي بإيه؟ برمضان. يا سلام، نور على نور بفضل الله، المقصر كان مجتهد في العبادة. طب ختمها بقى اللي هو شعبان دهوت. يعني عايز اقول ان لو اول الصحيفة نور واخرها نور يبقى ان شاء الله ربنا يعفو عن اللي بينا. طب نختمها بايه بقى؟ عايزين حاجة كبيرة نختمها بيها، صلة رحم كبيرة، صنائع معروف كبيرة، صدقة كبيرة، عمل صالح كبير. الفكر ده الوقت لازم يكون عندنا، ختمة قرآن وندعي بالمغفرة والتوبة بعدها قبل ان ترفع الاعمال. قضية في غاية الخطورة. ما أرجى عمل عملته ربنا يرحمك ويعفو عن كل ذنوب الصحيفة ديت بسبب وجوده فيها. كيف نخطط لآخرتنا؟ لا نزال مع نقطة الحق توب، الحق توب. يعني ايه ذنوب؟ انت عارف يعني ايه حساب على سنة ذنوب؟ حساب على سنة ذنوب دي مش قضية سهلة ولا قضية بسيطة. يعني ربنا في سورة الزلزال في اخر المشهد فيها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والكفتين قاعدين يطلعوا ينزلوا. ربنا بيقول لك لا ده الحساب ده مش موضوع بسيط. خواتيم سور القرآن دايما بتحطك في مواقف يعني مهولة، زي سورة الواقعة كده، تبدأ إذا وقعت الواقعة ليس الواقعة كاذبة، وتاخدك من الجنة للنار للآفاق الرهيبة ديت، وبعد كده في الآخر خالص بقى في آخر الواقعة، فلولا إذا بلغت الحلقوم. لا ده مشهد احتضار كامل،
وأنتم حينئذ تنظرون. وبعد كده فأما إن كان من المقربين ففورا روح وريحان ده جوه القبر، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين جوه القبر، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ده كل ده جوه القبر. صورة الواقعة بتتقفل عليك وانت قاعد جوه القبور وقاعد تبص على أنواع القبور المختلفة وهي بتحطك في مقارنة انت عايز تبقى في أنهي وضع من هذه الأوضاع. كذلك صورة الزلزلة اللي بتبين لك يعني حساب بقى السنة دي الصحيفة دي وانت بتتحاسب عليها، وحسنة حسنة بتطلع وسيئة سيئة بتنزل. الموضوع في غاية الخطورة، الموضوع حتى الصورة اسمها صورة الزلزلة، يعني الموضوع في غاية الخطورة يا اخواني في الله. هتقفل صحيفتك على ايه؟ الحق يوم يوم، افتكر امبارح بس وسيئات امبارح، افتكر 365 يوم يوم، حاسب نفسك بقى قبل ان تحاسب. احنا في شهر محاسبة النفس، شهر مراجعة النفس، شهر تصليح الميزانية العامة لحسناتك وسيئاتك، شهر يعني احنا في شهر في غاية الخطورة. فعايزين نقف من ضمن الوقفات اللي هنا ان ممكن تبقى دي اخر صحيفة ليك في حياتك. يعني ايه ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن طبعا. طب يا ترى انت نفسك تختم حياتك بايه؟ يا ترى نفسك تبقى اخر حاجة تتزيني بيها للقاء الله ايه؟ يا ترى نفسك ان اخر حاجة تقابلي بيها ربنا ايه؟ قضايا في غاية الخطورة يا اخوانا. ليه؟ اصل الصحيفة دي، ودي من اخطر النقاط، الصحيفة دي يعني انت من يوم ما بلغت لحد ما الواحد هيموت كام صحيفة؟ يعني كام صحيفة؟ يعني هيبقوا كام يا اخوانا؟ 30 صحيفة 40 صحيفة؟ يعني دي صحيفة من ضمن 40 صحيفة يتدبسوا في بعض كده مثلا مجازا، يتدبسوا في بعض كده وتدخل على الميزان يتوزنوا، في القبر تتسأل عنهم، بين ايدين ربنا تتحسب عليهم. يبقى إذن الصحيفة دي من ضمن الصحائف اللي يتوقف عليها مصير كل واحد مننا، ما هياش عمل بسيط. يا ترى السنة اللي فاتت لما قلنا يا اخوانا عرض الأعمال ورفع الأعمال إلى الله، والسنة اللي قبلها لما قلنا يا اخوانا رفع الأعمال إلى الله، يا اخوانا ده سنين بتتسحب من بين إيدينا. لازم الشهر ده نركز. زمان كان الواحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم شعبان كله ليه؟ استعدادا لرمضان. لما الواحد بدأ يفقه قضية يعني ايه العرض ورفع الاعمال، لا ده في قضية في غاية الخطورة هنا بتستدعي حتى رمضان اللي فات، حتى عشر ذي الحجة اللي فاته، حتى كل اعمال السنة اللي فات كلها، الاعمال دي كلها ترفع تقبل ولا مش هتقبل؟ حلم الانبياء واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا. حلم الانبياء القبول، حلم الانبياء ان كلمة زي الكلمة اللي الواحد بيقولها دي تقبل، وكلمة زي اللي انت بتسمعها الوقتي واللي انت بتسمعها الوقتي دي تقبل. عرض الاعمال على الله، عرض الاعمال في شعبان ورفع اعمال سنة كاملة الى الله سبحانه وتعالى في شعبان. يا ترى يعني يا ترى لما يترفع ليك 12 شهر عمل دي تستدعي وقفة ايه؟ ايه اللي بعد رفع الاعمال؟ يعني ايه اللي بعد رفع الاعمال؟ يا نهار ابيض يا اخوانا، ده تقريرها يترفع عنك للملك. ايه اللي بعد ده؟ ايه اللي بعد التقرير ده؟ يعني ايه؟ في عباد ربنا بيباهي بصحفها الملائكة، ربنا يباهي بصحفتك الملائكة، يشهده المقربون، ربنا بيجيب المقربون ويشهدهم، يشهدهم على الأعمال الجليلة اللي الناس عملوها ربنا في صحائفهم. يا ترى يا اخوانا فينا حد، يعني تصور صعب بس لازم نفكر فيه، يا ترى فينا حد ممكن ربنا يشهد الملائكة ويباهي الملائكة بحاجة عملها؟ يا اخوانا ربنا بيقول فاذكروني اذكركم، ربنا هيذكرك بعد رفع الصحيفة ولا لا؟ يعني رئيس الجمهورية طبيعي ان اي حد يذكر رئيس الجمهورية بالخير او بالشر، انما رئيس جمهورية يذكر حد؟ لا، ده عايز يديله جايزة الدولة التقديرية او يديله وسام او يرقيه او يعينه وزير، هو كده. طب لما الملك يذكرك يبقى في حاجة، يبقى في حاجة، يبقى هتيجي في رمضان تلاقي نفحات متنزلة، وهتلاقي رفع، وهتلاقي نصر على النفس والشيطان، وهتلاقي فتح للأعمال الصالحة، كل ده فاذكروني اذكركم. يبقى اذا ماذا بعد رفع الصحيفة؟ في يا ترى في اعمال منها ترفع فعلين ولا لا؟ يا ترى في ترقية بعد الصحيفة ديت ولا لا؟ طيب اهل حب الله الصحيفة بتاعتك دي
دي رسالة حب الى الله. يا ترى حطيتي كام رسالة حب في الصحيفة دي؟ ده حبيبك ومولاكي بقى تصعد الى الاعمال. يا ترى حطيتي ايه؟ طب اهل الاجتهاد طلاب الفردوس الاعلى، انا عايز اسألهم سؤال. الوقت فيه 1,400,000,000 مسلم، يعني هترفع للمسلمين 1,400,000,000 صحيفة؟ يا ترى انت فين وسط 1,400,000,000 صحيفة دول؟ انا بكلم طلاب الفردوس الاعلى، كام صحيفة من دول هتاخد امتياز؟ يا سيدي مش عايزين نقول من الاوائل، عايزين نقول كام صحيفة هتاخد امتياز؟ انت منهم ولا لا؟ يا سيدي نفس الصحيفة دي، الصحيفة دي هتتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه اعمال ابو بكر وعمر. احنا فين يا اخواني؟ يا اخواني في صحائف هتطلع، صحيفتك هتروح فين وسط صحف الصوامين، وسط صحف القوامين، وسط صحف الذكارين، وسط صحف المجتهدين، وسط صحف الدعاء، وسط صحف المضحين، وسط الصحيفة دي هتروح فين؟ لازم نفكر بالفكر ده، لازم نفكر بالطريقة دي. الصحيفة دي هترفعنا عند ربنا ولا هتنزلنا؟ الصحيفة دي هتقربنا ولا هتبعدنا؟ الصحيفة دي هتتقل كفة الحسنات ولا السيئات اكتر؟ الصحيفة دي فرح ولا مشكلة وأزمة؟ ولا عياذ بالله. يعني قضية ان صحيفة 12 شهر هيرفعوا الى الله، لما ربنا يقول فاصابتكم مصيبة الموت، ربنا سمى الموت مصيبة لان خلاص صحيفة هتتقفل، ما عادش هينفع تعدل حاجة جواه، الموضوع خلص. انا بقولك ان في جزء بقى من الصحيفة هيتقفل، هتلحق تعدل ولا مش هتلحق تعدل؟ عايزين نجتهد في الاعمال الصالحة يا اخواني. دي ايام قول الله سارعوا الى مغفرة من ربكم. الشقة اللي ب50,000,000 جنيه في البرج الوقت بقت ب1,000 جنيه و2,000 جنيه، ازاي هي كده؟ هي كده؟ اللي ما كنتش عارف تشتريها تعرف تشتريه، اللي ما كنتش عارفه توصلي ليه تعرفي توصلي ليه. لازم الايام دي نجيب اخرنا بقى يا اخوان. الحصان لما بيجي في السبق ويجي عند اخر 500 متر بيجيب اخره، ده اخر السنه، اخر السباق السنوي، لازم نجيب اخرنا في هذه الايام باذن الله سبحانه وتعالى. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ما كانش بيصوم شعبان صيام شعبان غير صيام السنة كلها، غير صيام السنة من أولها لأخرها. يا إخوانا دي أيام قول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون، ده بضمير الجماعة ده كله بقى، إنهم كانوا يسارعون، ضمير مضارع يعني مستمر، يعني يوم ورا يوم بلا انقطاع يسارعون في دية. يقول لك حرف مظروف، يعني إيه؟ يعني حطيت الحاجة فيه أو دوبت السكر في الكوباية انتشر في كل حاجة. يسارعون في الخيرات، كل انواع الخيرات، والخيرات جمع، ما سابوش عمل دون عمل. يعني ربنا بيقولك خلاص بقى بتيجي فترات لازم تجيب اخرك، لازم تجيبي اخرك. انهم كانوا يسارعون، ده ربنا بيثني على عباد ليه، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قلوب حية، مش عبادة ميتة بالجوارح وخلاص، قلوب حية. لما في اخر آل عمران قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الابرار، ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك، لا تخزنا يوم القيامة، انك لا تخلف الميعاد، يا رب يا رب يا رب. ربنا قال ايه؟ فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع دعاء داع، لا، اني لا اضيع عمل عامل، اني لا اضيع عمل عامل. عمل يا اخواني، عمل، دي ايام العمل بقى، دي ايام الاجتهاد بقى. عشان كده اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. قالك مين اللي بعضهم من بعض دول؟ الكلمة اللي كلها حنان رباني مهول دي، ربنا بيقول مش هضيع حد منكم، وهديكم كلكم، وارفعكم كلكم، واكرمكم كلكم، وافتح عليكم كلكم. مين دول يا رب؟ قالك ده دول بتوع العمل بقى، اهل الاجتهاد في العمل، اهل الاجتهاد. اني لا اضيع عمل عامل، هو ده يا اخواني اللي بيوصلنا لربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وايه وعدده. من ضمن يعني المعاني اللي ذكرت، عدده مش بس معناها رص بواكي بواكي جنب بعضها، من ضمن المعاني اللي ذكرت عدده اي جعله عدة، اي جعله عدة لمصائب الايام، جعله عدة لابتلاءات الايام. انا عين الفلوس دي للمستقبل، انا حاطط حتة الارض دي عشان بكرة عين يا ابني، انما المشكلة ان الارض دي مش هتدفعك بكرة.
الذي جمع مالا وعددا. يا اخواني مش المال هو عدتنا امام ابتلاءات المستقبل، عدتنا عبادة الله. على قد ما هنعبد ربنا، على قد ما ربنا هيعصمنا وهيحفظنا وهيبارك لنا وهيعنا ومش هيسيبنا سبحانه وتعالى. كلا لا يخزيك، والله لا يخزيك الله ابدا. هي دي بالعبادة، دي ما بتجيش بحاجة تانية، ما بتجيش بفلوس ولا بأرصدة. عايزين نفكر ان الايام دي ايام العدة، ايام الاستعداد، ايام ملء الصحائف بالاعمال الصالحة. خلاص موسم النفحات دوت اللي احنا عايشين فيه. قال تعالى اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، اقرأ قرآن واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قرآن والصلاة ولا ذكر الله اكبر، ما تبطلش ذكر. والله يعلم ما ايه، ها ما ايه، ما تصنعون. يا رب ايه اللي جاب لفظ الصناعة مع قراية القرآن والذكر والصلاة؟ يا رب ده الصناعة دي، يقولك صناع الحياة. يا اخوانا دي الصناعة، يا اخوانا يا عباد، يا عباد الله في الارض، انتم صناع الحياة، انتم اللي بتصنعوا العبادة بتاعتكم. دي صناعة مستقبل للأمة وصناعة مستقبل ليكم في الجنة، دي صناعة. والله يعلم ما تصنعون، لفظ صناعة جاي مع العمل الصالح. الله العمل الصالح اللي بيقعد يقعد ربنا يا ابني قوم شوف حاجة تعملها، حاجة تصنع، دي صناعة يا اخواني في الله، صناعة يا اخواني في الله. يجب ان احنا ندرك هذا الامر. امتى بقى؟ عايزين في شعبان نقول له ربنا زي ما السماء والارض قالت ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ينهار ابيض، قالتا اتينا طائعين. خد بالك قالتا مثنى، انما طائعين جمع. يعني ايه اللي نطق؟ مش اتنين، ده اللي نطق ملايين ومليارات. ازاي يعني يا اخوانا؟ الشمس اللي لسان اللهب بتاعها نص مليون كيلومتر قالت اتينا طائعين. كل بركان وكل زلزال على وجه الارض قال اتينا طائعين. كل ذرة في الدنيا في السماء في الارض قالت اتينا طائعين. كل مجرة، كل نجم، كل نيزك، كل شاب قالوا اتينا طائعين. المشهد الباهر ده اللي لا يوجد له في القلب مشهد يعادله في القرآن إلا مشهد فسجد الملائكة كلهم أجمعون، مليارات الملائكة وبتسجد مع بعض في نفس واحد. أهو ده الكون كله وبيقول ربنا أتينا طائعين، طائعين. وكل ذرة بتقول هذه الكلمات العظيمة. احنا عايزين الوقت في شعبان نقول يا رب أتينا طائعين، أتينا طائعين يا رب، أتينا على عزم أكيد على الطاعة يا رب، أتينا طائعين. هو ده اللي احنا عايزين نعمله الوقتي، وهو ده اللي احنا عايزين. يعني من الاحاديث اللي يعني فعلا ترتجف لها القلوب، فعلا ترتجف لها القلوب، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ام من امهات المؤمنين انها اعتكفت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهي مستحاضة، يعني عليها نزيف بتنزف، حتى وضعوا تحتها الطاس. يعني تخيلوا من كتر النزيف يضعوا تحتها يعني حاجة زي طشت كده، حتى وضعوا تحتها الطاس من كتر الناس. ايه الحاجة الغريبة لنا؟ الحاجة الغريبة ان هي عندها نزيف قاتل ومصممة تعتكف، ومصممة تعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في هذه الحالة المرضية. شوق لعبادة ربنا، شوق للمكتب. مكانها في المستشفى دي، ده مكانها ما كانش في مستشفى زمان، مكانها في البيت راقدة، يعني بتموت من الألم ومن المرض، ومصممة في وسط المرض، في كل المرض ده، انها تعتكف في بيت ربنا. ايه الشوق ده لبيت ربنا؟ ايه التعلق ده بعبادة ربنا؟ فين القلوب دي عندنا الوقتي؟ دول صحائفهم بقى شكلها ايه يا اخواني؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما توطن رجل المساجد. ما توطن دي اوطان، اوطان المساجد ده وطن. يعني الواحد بيتخيل كده وراجع مثلا من اي سفرية، وراجع اول ما بينزل ارض الوطن، والله حتى لو جاي من حج من السعودية، اول ما تنزل ارض وطنك ده احساس تاني خالص في قلبك. تخيل بقى انت داخل المسجد الاحساس ده جوه قلبك. ما توطن رجل المساجد للصلاة وللذكر، نور بقى، كلام نور كله، للصلاة وللذكر الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم. ما احنا بقول لكم ما توطن ده واحد رجع وطنه، واحد كان في بلد غربة، الفاظ الحديث كلها جاية مع بعضها. فكأنه بالظبط اهل الغائب بغائبهم، كأنه راجع من غربة، كأن احنا في غربة يا اخواني. لما بشوف الشباب داخلين النوادي يوم الخميس بالليل
وداخلين فرحانين. بفتكر رجل قلبه معلق بالمساجد، بقول دول قلبه معلق بالنادي، عشان كده داخل فرحان. انا المفروض ادخل المسجد فرحان كده، وقاعد جوه 10 ساعات للفجر مش حاسس. انا المفروض لو قعدت جوه بيت ربنا 10 ساعات ما حسش كده، وخارج الفجر زعلان امتى هاجي تاني. انا المفروض اخرج من المسجد زعلان كده. المفروض دي قلوبنا اخواني، والمفروض الفترة اللي احنا فيها دي، ده شعبان ده شهر اصلاح القلوب، اصلاح القلوب. انا عايز اقول لكم يعني في النهاية صفقات شعبان، انا وقفت معاكم الليلة على يعني ايه عرض اعمال، يعني ايه رفع اعمال، يعني عرض حقيقي، نموذج مصغر من عرض يوم القيامة اللي بعده بيحكم في مصير الانسان. تاني وقفة يعني ايه رفع اعمال سنة، يعني ممكن تكون دي اخر صحيفة. يعني ايه رفع اعمال سنة، يعني ايه ارجع عمل عملته فيها ربنا يغفر لك الباقي اللي فيها. يعني ايه رفع اعمال سنة، يعني صحيفة هتتقفل يوم القيامة. الحق توب من اللي فيها، الحق زود اعمال صالحة، الحق قفلها صح بالاستغفار. يعني ايه رفع اعمال سنة، يعني صحيفة وسط 1,400,000 صحيفة هتتوزن في نفس ميزان ابو بكر وعمر، هتطلع وسط صحائف الصوامين والقوامين، انت هتروح فين؟ يعني ايه رفع صحيفة سنة، يعني صحيفة من 30-40 صحيفة يكونوا عمرك، هتدخل تتحاسب عليهم بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه رفع صحيفة سنة، رفع صحيفة سنة، يعني يا ترى بعد الرفع ربنا يبايع الملائكة بالصحيفة ديت، ولا الصحيفة ديت ترد علينا والعياذ بالله، ولا ايه؟ يعني ايه رفع صحيفة سنة؟ يعني يا اهل حب الله، ايه رسائل الحب اللي عايزين تبعتوها لمولاكم بقى؟ الصحيفة ترفع، عايزين تحطوا رسائل حب ايه؟ يا اخوانا شعبان ده شهر مليان صفقات، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك حاجة عالية قوي، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، حدش داري بيه، حدش داري بالعظائم اللي فيه. ما حد هو ليه طولت الاخير من الليل، ليه اللي بيقوم قال من سائل اعطية مستشفى اشفية تائب اتوب عليه، لان الكل نايم. فاللي هيصحى في وقت غفلة الجميع هيبقى له اضعاف اضعاف الثواب. او كذلك الوقت ذاك شهر يغفل عنه ليه الناس، يبقى اللي هيعبد ربنا في شهر الغفلة ده له ثواب اضعاف اضعاف غيره. يا اخواني دي مواسم مباركة، عشان كده بعض السلف قال ان حكم العبادة في شعبان زي حكم العبادة في الهرج كهجرة الى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك لان محدش داري بيه، محدش داري بشعبان، محدش داري بهذا الشهر العظيم المبارك. الاستوديوهات شغالة على افلام وتمثيليات، والناس قاعدة تعمل في يميش رمضان، والتجار بيجيبوا اصل موسم تجاري وموسم لبس وموسم، مين بقى اللي وسط كل ده داري بهذا الموسم العظيم المهيب الجليل؟ شعبان جاي في عز المصايف، يعني تخيلوا الله هيترفع على ربنا ايه؟ اللي هيترفع على ربنا ايه في وسط المشاهد اللي بتحصل في مصايفنا؟ اللي اي قلب صالح يعني لو راح هناك ساعتين بيحس باكتئاب شديد جدا جدا للمعاصي اللي بتنتهك في حق الله سبحانه وتعالى. صفقات شعبان، اول صفقة من صفقات شعبان عرض الاعمال على الله، ان الاعمال السنة كلها بتترفع لربنا سبحانه وتعالى. طب تاني صفقة، تاني صفقة ليلة النصف من شعبان، الاعمال بتترفع ليلة النصف. يا اخوانا الناس رابطة ما بين ليلة النصف وبين رفع الاعمال، ده ملوش دعوة ده خالص. ليلة النصف ده موسم من مواسم العبادة زي عشرة الحجة زي رمضان، ملوش دعوة اصلا برفع الاعمال في شعبان. رفع الاعمال ده ممكن يبقى يوم 29 شعبان، 20 شعبان، 1 شعبان، الله اعلم، محدش يعرف، ده طول الشهر محدش يعرف خالص. طيب امال ايه ليلة النصف؟ ليلة النصف دي اللي بعض السلف سماها ليلة البراءة، يعني من عتق الرقاب من النار فيها. ليلة النصف دي اللي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على اهل الارض، اطلع الله على اهل الارض فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد لحقدهم، وفي رواية فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن والعياذ بالله. ليلة النصف من شعبان دي اللي ايه؟ النهاردة السبت صح؟ عارفين الجمعة الجاية؟ الجمعة اللي بعدها بالليل بقى، الجمعة اللي بعدها بالليل باذن الله سبحانه وتعالى. ليلة النصف من شعبان دهيت باذن الله، يعني بعض الناس يقول لك طب في بعض العلماء قال لك على احاديث ليله النصف من شعبان ان فيها ضعف، يعني عايز تقول احتمال؟ يعني احتمال يا عم، لو بكره اي كاتبه من كتائب الجيش اتبعت لها ورقه احتمال ان القائد الاعلى للقوات المسلحه والمجلس العسكري هينزلوا يعدوا عليكم بكره، يا ترى هيعملوا ايه؟
يا نهار ابيض، هيعملوا ايه؟ اي مدير مستشفى احتمال وزير الصحة بكرة هينزل يعد عليك هيعمل ايه؟ يا اخوانا اطلع الله الى اهل الارض، اطلع الله. ده الامام الشافعي خد الكلمة دي وقال لك ده دلالة ان الدعاء مجاب ليلة النصف من شعبان. ازاي؟ قال لك اطلع الله. ما ده زي التلت الاخير من الليل كده، لما ربنا بيتنزل الدعاء بيبقى مجاب، اطلع الله. طب يا اخي لو مدير الشغل بتاعك هيطلع عليك بكرة، هي هتنام؟ واحد يقول لك طب ما الناس هيتغفر لها، يتغفر لها يا ابني؟ من كلمة ازاي اخوان؟ ثم يغفر للمؤمنين، الرسول ما قالش للمسلمين. الايمان ده حاجة في القلب بقى، عشان كده شعبان ده يعني شهر تجديد الايمان، شهر تجديد معاني الايمان. يا اخوانا لازم يعني مدير شغل هيطلع عليك مش هتنام، ربنا يطلع. الله سبحانه وتعالى، ابن تيمية، بل علماء الامة كانوا يعظمون هذه الليلة ايما تعظيم. انما البدع اللي بتتعمل فيها سيدنا بالكلام الفارغ ده كله، ده من اسباب عدم المغفرة في هذه الليلة، البدع والعياذ بالله، والعياذ بالله. انما احنا بنتكلم انك انت تحيي هذه الليلة في بيتك مع نفسك، تصلي وتعبد ربنا وتتوجه الى الله سبحانه وتعالى. ليلة النصف من شعبان ده من مواسم شعبان العظيمة. طب ليه موسم المغفرة الكبير قوي ده قبل رفع الاعمال بقى؟ ما هو من رحمة ربنا الاعمال هتترفع بالذنوب دي ازاي؟ غير ان رمضان جاء يا اخوانا، يا اخوانا ذنوب السنة اللي فاتت دي كلها ادخل بها رمضان اتحرم بيها من القيام والعبادة والدعاء. ربنا يرحمنا سبحانه وتعالى ويجيب لنا موسم مغفرة قبل رمضان، عشان ندخل رمضان خفاف اهل الفتح الله سبحانه وتعالى. ربنا كريم وعظيم، ومعاملة ربنا جميلة، ومعاملة ربنا عظيمة سبحانه وتعالى. غير ان شعبان السلف كانوا بيسموه شهر القرآن، شهر القرآن، يعني من كثر الاهتمام بقراءة القرآن في ذلك الشهر العظيم، شهر الأخوة والتسامح. يغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. عداوة بقى بينك وبين حد يا سيدي، خلاها سلام عليكم، وعليكم السلام يا سيدي، اتصل يا سيدي، ود يا سيدي، صل صفقة مغفرة عمر كامل بليلة. فيعني الموضوع مش مستاهل انك انت تتشاحن مع حد. اعصر على نفسك 3-4 كيس ليمون، وخلي العلاقة طبيعية شرعية ما بينك وما بين اي حد، بينك وبينه خلاف. المسامح كريم، ربنا يعيننا، يملأ قلوبنا بالتسامح سبحانه وتعالى. شعبان يا اخواني هو البوابة الحقيقية لرمضان. عايزين رمضان جديد، لازم شعبان جديد. الحمد لله وشكرا، احنا بدأنا من واحد شعبان كان النهاردة السبت، يعني احنا داخل الوقت في ليلة 2 شعبان، يعني داخلين من البداية خالص بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نقف مع أنفسنا هذه الوقفة، نعمل ايه؟ نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نصوم شعبان إلا قليلة، نجتهد في شعبان على قد ما نقدر بإذن الله سبحانه وتعالى. نطبق بقى من أول بكرة الصيام على قد ما نقدر بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني إلا بقى لو حد مريض ولا حاجة. قيام الليل في شعبان، ختمة قرآن قبل رفع الأعمال ونتوجه إلى الله بيها، دي الناس اللي عايزة تفتح. إنما بقى المنهجيين اللي ماشيين معانا بقالهم شهر في الخطة الخمسية للاستعداد لرمضان، النهاردة معاد المرحلة الثالثة في هذه الخطة الخمسية. المفروض بقى يعني أخونا الفاضل اللي ماسك صفحة الفيسبوك هينزل بإذن الله الليلة المرحلة الثالثة من هذه الخطة الخمسية، الجزء الثالث من الجدول بالأعمال اللي فيه بقى، بالطلعة الجديدة اللي فيه. هنطلع بقى في الصيام حتة، هنطلع في القيام، هنطلع في كافة الأعمال، هنطلع في جلسة الضحى، هنطلع بحيث ان احنا بإذن الله سبحانه وتعالى نترقى تدريجيا استعدادا لرمضان. يعني انا عايز مرة تانية بإذن الله سبحانه وتعالى اقول لكم الدعاء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، لعل نقدر نحفظه ونقدر نكتبه، يعني نقدر نختم به صحيفتنا. الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام استغفر فيه من 13 نوع من انواع الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا المعصوم عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، بيفقهنا في ديننا عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، كل نوع من الذنوب دي نوع غير الثاني. فاللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يعني ما ننساش الوقفات اللي احنا حاولنا نقفها هذه الليلة مع رفع أعمالنا وعرض أعمالنا على الله سبحانه وتعالى، وإن يعني دي صحيفة في غاية الخطورة، عايزين نلحق بقى نزينها للقاء الله، عايزين نلحق بقى نعطرها بالأعمال الصالحة، عايزين نلحق نتوب من كل ذنب فيها، ربنا يغفر لنا ويتوب علينا يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله في خلال أيام هنسافر العمرة اللي كنت يعني حدثتكم عنها من أسبوعين كده ولا حاجة، بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ظروف العمرة على ظروف المرض، يعني اللهم لك الحمد، يعني يعني الأسبوع اللي فات ده يعني ظروف المرض اللي كانت فيه، او يعني الفتره اللي فاتت، يعني انا مش فاكر الايام او الوقت، يعني الفتره اللي فاتت دي ظروف المرض اللي كانت فيه، يعني جت في فتره الواحد كان معبأ فيها بالامال، معبأ فيها بالطموحات، معبأ فيها بالمشاريع الدعويه والعلميه والتعبديه ولكن سبحان الله العظيم، يعني هو الذي يسيركم، سبحان الله العظيم، ربنا غالب على امره، سبحان الله العظيم. يعني احنا بنتعبد لله بما تعبدنا به الله وراضين عن الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن يعني جت هذه الازمه الصحيه في وقت يعني الواحد بيجري كده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى له تربيه ثانيه للعبد، له تربية تانية لينا كلنا من أولنا لأخرنا. ربنا سبحانه وتعالى يعني أرحم بنا من أنفسنا، ويعلم إيه اللي يصلحنا سبحانه وتعالى، ويعلم يعني أحيانا بيبقى في شوية ذنوب كده ما أنتش عارف تجيبها خالص بأي عمل من أعمالك، ربنا سبحانه وتعالى بقى يكفرها لك بإيه، بابتلاء مثل هذا. ربنا كريم وربنا رحيم وربنا أكرم الأكرمين، ويعني ربنا هو ثقتنا وهو غايتنا وهو حصننا وهو سندنا وهو يعني إلى الله سبحانه وتعالى غايتنا سبحانه وتعالى. يعني ونحن بالله واثقون الفترة الجاية بقى بإذن الله، يعني نتيجة ظروف المرض على ظروف العمرة، يعني هيبقى لنا يعني غالبا لقاء واحد في شعبان بإذن الله سبحانه وتعالى بعد العمرة. يعني كل واحد فينا كده يعني يشد من أزر إخوانه ويجتهد بإذن الله. إخواني شعبان يعني موسم في غاية الخطورة، نعمل استعداد لرمضان، ونعمل استعداد لرفع الأعمال إلى الله، ونعمل قنص لليلة النصف من شعبان، ونعمل موسم أقبلت يا شعبان، أقبلت بالنفحات والبركات والرحمات والنصر والفتوحات بإذن الله سبحانه وتعالى، ونلتقى على خير، وربنا يجعل رمضان ده خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اختم لنا عامنا هذا بتوبة النصوح يا رب العالمين، اللهم اختم لنا عامنا هذا بتوبة النصوح يا رب العالمين، اللهم تب على كل ذنب أذنبناه هذا العام، اللهم اغفر لنا كل معصية عصيناك بها هذا العام، اللهم اجعل رمضان القادم خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم يا ربنا لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا. اللهم إنا لسنا متوكلين على أنفسنا، ولسنا متوكلين على جهدنا، ولسنا متوكلين على عقولنا. اللهم إنا لا وكيل لنا إلاك، ولا توكل لنا إلا عليك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا توكلنا عليك وأنبنا إليك وفوضنا أمورنا إليك. اللهم اجعل شعبان هذا خير شعبان مر علينا في حياتنا، ورمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم تب علينا الآن، اللهم تب علينا الآن، اللهم تب علينا الآن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا وفي اللهم انصر إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في العراق والسودان. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. يا نفس توبي توبي، يا نفس توبي توبي، يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي، واستغفر الله رب العرش وبتعدي.